حتى مدير مكتب التجديد ويا وزير النفط ويا مدير مصافي الجنوب، يعني الى متى تبقون تشتغلون في هاي الاجانب؟ كلهم اتراك كلهم باقي تامين وهيون. الله وكيل العراقيين وينكم؟ عراقي 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 ماكو بالعباس اي عراقي بس هذا ما عليك هذا عراقي هذا عراقي هذا هم ها يا الله بالعباس هاي باقي كله اجانب كله باقي شتانين وهنود ما تعرف لهم جاء بالعباس اكبر. السلام عليكم. العمارة الأجنبية تنسير البصرة، البصرة الشعبة الـ FCC والبصرة ضالين بلاي شغل. وهاي الشركات شركة سيباك الصينية وشركة لوزان الكورية وشركات دايسن الكورية وشركة دايشن الكورية، هاي الشركات وشركات تركية كذلك. شركات كلها ما جاي يشغل العراقيين، وشركات قليلة كلش قليلة اللي جاي يشغل بس عراقيين، غير شركات عراقية. الله الله تبهل البصرة والعراقيين.